مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم اجمل التحيه من سويحان. مزايا سويحان طبعا اللي هي بدايه مهرجان الظفره. برايه كريمه من سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله، حفظ الله ورعاه. نشكر طول عمرك القياده الرشيده على ذي المهرجانات وعلى ذي طول عمرك الكرلفانات اللي ما شاء الله ما هي مستغربه منا، وكل سنه طول عمرك يحدثون شيء ويطورون شيء. انا احب هالمزينات عشان انا ابوي يوقف المزينه، انا قلت له لا ما ابى. اول مزينتين والحين خمس والامور طيبه، وحنا تلاقينا على بعض من قطر من كويت من عمان. العالم مستانسين والله يطول بعمار الشيوخ. هاي عيد عندنا يا هالمزاينات. الناس بدأت تهتم بالإنتاج، وهذا ما جاء من فراغ طبعا، هذا جاء كله من الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة. المهرجان ما يعلى عليه، العين ما تعلى على الحاجب، ومهرجان الظفرة مثل ما قلت لك يتميز على جميع المهرجانات في دول الخليج. تجمعوا قناي تلبل من جنوب ومن شمال، الظفرة هالشوطة التنافس شرعت بيبانها.